العمل السنة دي هيجي لي عبارة عن كيس ومعاه ريبورت زي ده، وانا المفروض املاه. طيب هو الريبورت ده بتاع ايه؟ انا ببلغ عن ادفيرز افكت معين لدواء. يعني مثلا احنا كلنا عارفين ان الادوية في ادوية كتير احنا مش عارفين كل الادفيرز افكت بتاعها، فعشان كده اي دواء بقى بنلاقي فيه حاجة جديدة بنبلغ. فما نلاقي ان ناس كتير مبلغة عن دواء معين يبقى معنى ان الدواء ده بمرض معين، يبقى معنى ان الدواء ده فعلا بيسبب. طيب الكيس بتاعتي انا المفروض اخلي بالي من كام حاجه. اول حاجه البيشنت ده اصلا كان بياخد ادويه ايه قبل ما يجيلي؟ يعني هو الادويه دي هي اصلا اللي سببت المرض. هي كان بياخد ايه؟ الجرعات بتاعتها كان بياخدها ليه؟ بدأ امتى ووقف امتى؟ في ادويه ممكن ما تكونش وقفت بس احنا نبقى عارفين. طيب تاني حاجه، اصلا هو جايب ايه؟ يعني ايه العرض اللي انا هكتبه واقول ده ادفيرز افكت للدواء ده؟ يعني مثلا هو دلوقتي الشخص جايلي مثلا بطنه وجعان وعنده فيفر، فانا عرفنا خلاص شخصنا ان هو عنده تسمم. فانا دلوقتي اما اجي اكتب الادفيرز افكت هقول ان الدواء ده بيعمل فيفر ولا بيعمل اصلا تسمم باعراضه كلها؟ هقول بيعمل تسمم. في حاجتين هنعرف بيهم، يا اما هم هيقوموا اصلا كاتبينها بخط عريض وموضحين ان ده الشيء اللي انا هدور عليه، يا اما هيقول لك احنا شخصناه عنده كذا. قلت شخصته عنده اتاكزيا، يبقى هو ساعتها الاتاكزيا هي دي. تمام كده. الكيس عندي بتتكلم عن واحد عنده 40 سنة، الثلاث حروف دول اختصار اسمه، وزنه 80 كيلو، راح المستشفى يوم 19/1/2014، التواريخ مهمة جدا. كان بيشتكي من ليكو في مصر كنترول، يعني ما كانش عارف يتحكم في المصر. الحوار ده بدأ 12/1/2014 لما عملنا اكزامينيشن، احنا شخصناه التاكزيا. يبقى انا دلوقتي الرياكشن او الادفيرز افكت اللي انت هتعمل الريبورت عليه هو ايه؟ التاكزيا. بعد ما خدت الهيستوري منه انا لقيت ان هو بياخد دوايين، ليثيوم ده بياخد 300 مللي جرام كل 8 ساعات، وريسبريدون او ريسبريدون ايهما اقرب بياخد 3 مللي جرام كل 12 ساعة. بياخد الاتنين من امتى؟ من يوم 5/1/2014. طب بياخدهم ليه؟ عشان عنده باي بولر ديس اوردر. تمام كده. فاحنا عملنا سيرم الكترولايتس، عملنا رينال فانكشن تيستس، عملنا اي سي جي، كل ده عشان نشوف الشخص ده عنده ايه، لقينا ان كل ده نورمال. فالدكتور معنى كده ان هو اكتشف ان الاتاكزيا دي جت اصلا بسبب دواء، ما جاتش من يعني مش بسبب ان هو انا جالي المرض، لا انا جه بسبب دواء انا باخده. فالدكتور وقف الليثيوم يوم 20/1/2014. يوم 27/1/2014 البيشنت ده اتحسن وخرج من المستشفى خلاص. فاول حاجه في الريبورت المفروض املاها هي البيانات بتاعه البيشنت. فما يقول لي initials اللي هو الاسم بتاعه او الاختصار، ده بالنسبه لي مش هيجي لنا في الام سي كيو، بس عموما يعني هو الاسم الاي اس اتش اللي كان موجود واغلب الوقت ما بيجيش. طيب ايج، هو كان عنده 40 سنه، السكس هو كان ميل، الويت كان 80 كيلو. فاحنا كده خلصنا البيشنت ديتيلز. طيب في حاجه اسمها سسبكت دراج، يعني ايه؟ يعني الدواء اللي انت شاكك ان هو وبنسبه كبيره هو. في الامتحان بيبقوا عايزيننا نكتب واحد. طيب بما ان احنا عندنا ام سي كيو ممكن يقول لك يجيب لك دواين انت تختارهم، هعرف امتى اختار دواء وامتى اختار دوايين؟ اول حاجه احنا بندور على يعني موقع اسمه مهره، بندور عليه عشان نعرف اصلا الحالات اللي جايه بسبب الادويه دي، ونعرف هل هما الاثنين بيسببوا المرض ده ولا لا. طب تمام، برضو هختار اتنين على اساس ايه؟ حسب الدكتور قال لك وقف كام دواء. هتلاقوا في الفورم عندكم اللي نزل على الموديل ان هما في كيس موجوده ان هو وقف دوايين. حلو، انت وقفت دوايين، يبقى في الحاله دي الدوايين هما السسبكت دراج. طب وقفت ده واحد، يبقى انت هتختار ده واحد حسب الدكتور وقف ايه. هندخل على جوجل ونقوم كاتبين مهرة ونختار اول واحدة، بعديها هندوس على يلو كارد، هندوس ستارت ناو، بعدين هندوس واتس بينج ريبورتد. هيظهر لنا كده، هننزل تحت، دي المربع ده اللي احنا هندور منه على الاسامي. يعني اول حاجة لسه هنقوم دايسين على ال ونختار ال اي، ادي ليثيوم. هتفتح لنا البيج دي، هننزل تحت، اول ما يظهر لنا المربع ده هنقوم دايسين اكسباند اول. اول ما يحمل ويظهر لنا كده هندور على كلمة اللي احنا بندور عليها اللي هي التاكزيا، اهي ظهرت لي موجودة عندي اول حاجة في العمود الاولاني ان في 50 حالة تبلغ عنها، صفر يعني مفيش ولا واحد منهم مات. طيب امتى اخد العمود الاول وامتى اخد العمود التاني؟ حتى الان كل الكيسز عندنا بناخد العمود الاولاني، ما عدا كيس واحده كانت موجوده في كتاب القسم. الكيس دي كان عباره ان هو قال لك دوايين بيتاخدوا مع بعض. طب ما احنا هنا كنا بناخد الدوايين مع بعض بس كل واحده كبسوله لوحدها، فين ما يبقوا جايبين مادتين يعني
المادة الفعالة، ياخدوا منها اتنين يقوموا حاطينها في كبسولة ويبقى هو دواء. هو بيبقى الوضع كده، هتلاقيه كاتب لك مثلا، انا كاتبة ليثيوم وكاتبة مثلا بعديه مثلا صوديوم، كاتبة فوليك اسيد، كاتبة اي حاجة، هتلاقيه كاتب ليثيوم مثلا سلاش وكاتب اسم الحاجة التانية. معنى كده ان انا باخد الاتنين في كبسولة واحدة، ساعتها هختار من المربع التاني اللي هو هيبقى اسمه مالتبلاي اكتيف. تمام، فيما عدا ذلك احنا بنختار الاولاني اللي هو سنجل اكتيف عادي. كده احنا جبنا التجزئة، نروح نجيب الدواء التاني، هندوس على ار اي اهو، نمشي بنفس الخطوات، ننزل تحت تقولي اكسباند اول، اول ما يظهر لنا ندور على التاكسيا. دي التاكسيا موجود عندي 19-0، يعني في 19 كيس اتبلغ عنها ان جالها التاكسيا من الدواء ده ولا واحد منهم مات. بعد ما دورنا في مهرة هنلاقي ان الليثيوم ارقامه اعلى، يبقى هو كده السسبكتد دراج. فالاسم كتبنا ليثيوم، الفورم تابلت، الدوز 300 مللي جرام. بدأ امتى؟ هتلاقي اما الدكتور قال لك او في الكيس قال لك ان انا بدأ الحوار ده هو الدواين مع بعض يوم 5/1/2014، يبقى هو ده اللي بدأنا فيه. طب وقف امتى؟ هو مش في اخر الكيس قال لك ان الدكتور وقف بعد ما عمل الاي سي جي والتحاليل دي كلها، قرر انه يوقف الليثيوم يوم معين؟ حلو، يبقى هو اليوم ده، يبقى يوم 20/1/2014. طيب انديكيشن، يعني انت خدته ليه؟ خدته عشان عنده باي بولر ديس اوردر. تاني حاجة عندنا رياكشن، فبيقول لك قول لي اسم الرياكشن ده او صفه لي، هنقول له التاكسيا. طيب محدش يقول ليكو في مصر كنترول عشان غلط، عشان تحسب غلط ساعتها. لو احنا مقالي ممكن تاخد نص الضرب، بس ما دام احنا هنبقى ام سي كيو فهي غلط. طيب الرياكشن ده بدأ امتى؟ هو قال لنا تاريخين في الحوار ده في الكيس، قال لنا يوم 19 دخل المستشفى ويوم 12 بدأت الأعراض، يبقى الرياكشن بدأ يوم 12، يبقى 12/1/2014. امتى اختار 19؟ لو 12 دي مش موجودة خالص، أنا بقول لك الشخص ده حس بأعراض معينة وراح المستشفى يوم 19، بس هتختار يوم 19. طيب بيقول لك الرياكشن ده انتهى امتى؟ هو يوم 27/1/2014 الشخص ده خف وخرج من المستشفى، يبقى الرياكشن انتهى في اليوم ده. هو الرياكشن ده انتهى بعد ما انت وقفت الدواء؟ اه، هو بعد 7 ايام ما انت وقفته. خد بالك احنا وقفنا الليثيوم والراجل خف بعديها، بعيدا بقى عن 7 ايام اكتر اقل من كده، اكيد يعني الواحد مش بيخف من يوم وليله، بس انا بدل اول ما وقفت الليثيوم الراجل خف. حلو، يبقى كده الليثيوم لما انا وقفت الدراج الراجل خف عادي. تمام، والرياكشن انتهى. هو الرياكشن ده هيظهر تاني او ظهر تاني بعد ما الراجل خد ليثيوم؟ هو انت اصلا اديته ليثيوم تاني؟ لا، انا قلت لك ان احنا ادينا له لسه محصل حاجه، لا يبقى احنا ما نعرفش اصلا، فيبقى دونت نو. ممكن حد يختارها didn't retake the drug، تمشي، بس دونت نو افضل. بيقول لك هو التفاعل ده كان خطير، انا بالنسبه لي التفاعل ده ما كانش خطير اصلا، يعني هو اللي هو عادي، وقعد 9 ايام في المستشفى ولا 8 ايام وتعالج وخف فنيته تمام. طيب هنشوف بقى الاسباب اللي عندنا، الاسباب دي هيجي لنا في الامتحان هتوصف بيها الرياكشن. هل البيشنت مات؟ لا. هل حياته كانت متهدده، كانت لايف ثريتند؟ لا برضه، هو ما قاليش في الكيس ده، هو راح عادي يعني ما قاليش حاجه خالص ان هو حصل له كده، والدليل ان هو قعد 7 ايام تقريبا، 7 ايام اه تقريبا 7 ايام في بيتهم، ولا ما فيش حاجه. لو انت قعدت 7 ايام في بيتكم اسبوع اصلا سليم او تعبان بمرض، فاللي هو ده مش لايف ثريتند خالص. طيب هوسبيتاليزيشن، اه الراجل حصل له هوسبيتاليزيشن وقعد حوالي 8 9 ايام في المستشفى. طيب هل برولونجت هوسبيتاليزيشن؟ دي بتبقى فيها خلاف، وهم مش هيحطونا في الامتحان عشان يلخبطونا، بس احنا بالنسبه لنا 9 ايام او 8 ايام مش فتره كبيره، انما لو شهر حاجه زي كده هيبقى برولونجد. طيب هل حصل له كونجنتال انوميلي؟ هل الراجل ده في اي عيب خلقي قلنا عليه؟ ما قلناش حاجه، يبقى لا. طيب هل كان في بيرمننت ديسابيليتي؟ هل الراجل ده رجله اتقطعت، اتشوه، حصل له حاجه؟ لا خالص، الحوار دخل وخرج من المستشفى مفيش اي حاجه. هل احنا احتاجنا انترفينشن عشان نمنع الخطر ده او نمنع الدمج ده؟ بصوا هو لا، بس امتى اختار؟ اه هتلاقي مكتوب عندك في الكيس ان انا اديته مش عارفه دواء ايه وعملت ايه، ده انا علقت له محاليل، مش عملت كل ده عشان امنع الخطر ان انا اديته دواء تاني بعد الدوائين دول، يبقى حاجه زي كده اه يبقى ساعتها احتاج، انما دلوقتي احنا ما محتاجناش اي حاجه. نيجي بقى لاذر دراجز. اذر دراجز دي يعني ايه؟ يعني اي دواء تاني البيشنت كان بياخده قبل ما الرياكشن يحصل له غير الليثيوم، هو الليثيوم خلاص سبيكت الدراج اي حاجه تانية. فانا في الكيس دي قلت لك ان هو كان بياخد دوائين، واحد منهم طلع سسبكت دراج، يبقى التاني اذر دراج. طيب في سؤال جه في الفورماتيف على الموديل بيقول لك دلوقتي ان البيشنت كان بياخد دوايين، خد دوايين والدكتور وقف الاثنين، وقف الاثنين يعني الاثنين سسبكت دراج. اه حلو، انت وقفت الاثنين دلوقتي، في ادويه هتدور فيها على مهره؟ لا. طيب ساعات يقول لك ان انا مثلا اديته دواء ثالث
الدكتور اداهوله عشان يعالج الاتاكسيا دي. حلو، هندور فيه على مهرة؟ لا، ليه؟ انا دلوقتي مهرة بدور فيها على الدواء اللي انا شاكة ان هو عمل الرياكشن، فانا مجيش اقول دواء انا اصلا مديهولك عشان اعالج الرياكشن اللي انا مديهولك بعد اصلا ما انت تعبت، فانا مش هقول ان ده اكيد هو اللي سببها. تمام، في حاجة زي دي احنا ما بنكتبوش، احنا بنقوم مقسمين اصلا نشوف ايه الادوية اللي خدها الاول قبل ما يحصل له كده. لقينا اتنين، حلو، واحد سسبكتد، يبقى التاني هو الاذر. طيب نشوف الاذر عندنا هنا ايه. فاحنا قلنا الريزبريدون هو ايه، هو الاذر دراج اللي عندي دلوقتي. طيب الفورم هو تابلت، الدوز 3 مللي جرام. بدأ امتى؟ بدأ يوم 5/1/2014، مش احنا قلنا الاتنين بدأوا مع بعض؟ اه. وقف امتى؟ ما هو ما وقفش اصلا، احنا هنقول ان هو ما وقفش. طيب الانديكيشن نفس الحوار، كان عنده باي بولر ديس اوردر. تلات نقط بقى مكتوبة تحت يعني نبقى عارفينهم تحسبا. بيقول لك اول حاجة الريبورتر ديتيلز، ده اللي هو احنا، فانت هتقوم كاتب اسمك، ده لو هيجي مقال. طيب تاني حاجة اني كومنتس، في اي حاجة الدكتور عملها، اي لابس، اي اس جي، اي حاجة عملها، اه، اي دواء اديهوله تاني. اه ده الدكتور هنا عمل سيرم الكترولايتس، عمل رينال فانكشن تيست، عمل اي سي جي. حلو، يبقى دي الكومنتس اللي عندي. اخر حاجة الريبورتد كيسز المهرة، انت مفروض تعرف كم واحد اتبلغ عنه ان جاله اتاكسيا وهو بياخد بياخد الدوايين دول. طيب اول حاجة الليثيوم، الليثيوم في 50 حالة اتبلغ عنها منهم ولا واحد مات. حلو، يبقى دي الليثيوم. الريسبريدون او الريسبريدون اتبلغ ان في 19 حالة جالهم اتاكسيا، مفيش ولا واحد منهم مات برضه. حلو، طب احنا كنا بناخد الرقم من ايه، منين؟ اول مستطيل عندي خالص او اول عمود هناخد منه. طيب افرض ان هو جاب لي دواء متكون من حاجتين، وانت بتحل في الكتاب بتاع القسم هتلاقي ان في مره دواء ميكسد ما بين دوائين، في الحاجه دي احنا مش هناخد الرقم اللي في اول عمود اللي هو سنجل اكتيف، لا احنا هناخد من العمود التاني، من العمود التاني اللي هو مالتيبل اكتيف. تمام كده، بس هو الامتحان هيجي بالمنظر ده، وفي الفورم منزل عليه اسئله حلوه فحلوها والدنيا هتبقى تمام.